نبلش ولا نستنى شوي ليفوت إلى نعرف العدد قديش؟ نبلش محاضرة في مبارح إجا سؤال إنه إذا السباينوثلامك تراكت مسؤولة عن شو السباينوثلامك based on the yesterday lecture. It is responsible of what؟ صباح الخير. إذا السباين وثلامك مسؤولة خلينا نقول عن البين. هلا إحنا هون لما بنحكي عن البين إذا السباين وثلامك بموضوع البين هي المسؤولة عنه على إنها تعطيني sensation of pain تعمل control للبين sensation. طيب الأنالجيسك باثوي أو الاندوجينيس أنالجيسك باثوي التراكت هاي كلها اللي ذكرناهم three components هذول بندرجوا تحت أي part بسموه spino mesencephalic tract. فإذا spino mesencephalic tract هي تحتوي على endogenous analgesic pathway اللي هي رح يعمل opposing أو يحاول يعمل خلينا نقول analgesic ل effect للبين اللي صار عندنا بالspinothalamic tract واضحة. فهي اسمها إذا هي موجودة بالspino mesencephalic tract. طبعا انا بس بدي اعرف شغله هل انتم ماخذين هاي الاشياء بالاناتومي يعني هل الاناتومي او الهيستولوجي شرح لكم هاي الاشياء شرحوا يعني عارفين هدول التراك لانه يعني بالنسبه لبارت الاناتومي يعني انا بحكيهم بسرعه لانه هدول المفروض ماخذين من الاناتومي صح مزبوط اوكي تمام يعني هدول مغطيين يعني ماشيين معي الاناتومي مش انهم انا سابقيتهم او هم سابقيني يعني ماشيين مع بعض بهذا الموضوع. طيب هلا رح نحكي اليوم صباح الخير عليكم جميعا رح نحكي اليوم عن الموتور سيستم طبعا بمحاضرتين رح نحاول يعني قدر الامكان انه اعطي بريك بين ذا تو ليكتشرز. هلا احنا الموتور سيستم حكينا امبارح عن سنسوري سيستم اللي بنقول لي السنسوري انفورميشن وسنسوري انبوت تو ذا برين اللي هي كمان رح ممكن تترجم كمان قلنا ل موفمنتس ممكن تترجم ل اذر تايب اوف رياكشنز. هلا بنحكي هلا احنا على سبيسيفيك اوتبوت بيجي من البرين اللي هو بنحكي عن هاو تو كنترول ذا موتور موفمنتس او ذا موتور فانكشنز. هلا البوشر اند موفمنتس تعتمد على الكومباينيشن من انفولنتري ريفلكسز coordinated by the spinal cord والvoluntary action اللي بيجوا من higher brain centers يعني both في عندي coordination between these two type of movements في عندي involuntary reflexes اللي بصيرها coordination with spinal cord والvoluntary mainly coordination بصير إلها بالhigher brain centers. هلأ البوشر movement طبعاً بيعتبدوا ultimately مين unit أو الوحدة المسؤولة عن movement والcontraction اللي احنا بنحكي هون لانه موتور بنحكي عن سكيليتال مسل فالبريفرال تارجت عندي هو شو هو السكيليتال مسلز. هلا الاكتيفيشن اند كونتراكشن اوف ذا سكيليتال مسل دي ار اندر ذا كنترول اوف موتور نيورونز اللي بيعملوا لهم انرفيشن. هلا الموتور سيستم مسؤول انه يعمل لي تو كوردينيت ذا ريسبونس ثرو ريفلكسز اولسو انتجريتد ان ذا سباينال كورد. فاذا الموتور سيستم مسؤول انه يعطيني كوردينيتد ريسبونس بصير لها كمان بتعتمد على انه يصير عندي كوردينيشن بين ذا انفولنتري ريفلكسز والسباينال كورد والفولنتري موفمنتس بتيجي كمان من هاير برين سيستم. الو الو تفضل. صباح الخير دكتوره. صباح النور دكتورة. بس لو يعني لو تفضلتي بس شوي شوي يعني بالشرح. تمام أوكي. وين أرجع عيد؟ هل دخلت كناك ولا دخلت من أول؟ لا والله أنا داخل من أول شيء يعني أول ما بديتي بس ما شاء الله دكتورة. طيب ماشي. هلأ إذا إحنا ما نحكي قلنا على الموتور سيستم أو كيف نعمل كنترولينج للموفمنت والبوستشر اللي بيتم عن طريق قلنا السكيليتال مسلز. هلا حكيت انا هون انه دائما الموفمنت او الموتور سيستم لازم يكون عندي كوردينيشن بين ذا انفولنتري ريفلكسز اللي بيصير لها انتجريشن وكوردينيشن بالسباينال كورد والفولنتري موفمنتس اللي بيصير لها كوردينيشن وانتجريشن وبلاننج بالهاير برين ارياز. هاي بشكل عام كيف بصير عندي موتور فانكشن او كيف بعمل كنترولينج للموتور فانكشن. طبعا حكينا انه التارجت بحاله الموتور سيستم هو اللي عندي السكيليتال مسل اللي انا بدي اعملها كنترول عن طريق هذه الموتور باثويز. طيب
هلا احنا اخذنا بتذكروا بالام اس اس الماسكولوسكيليتال سيستم، حكينا الموتور يونت. شو هي الموتور يونت؟ What is the definition of the motor unit؟ الموتور نيورون والمسل فايبرز ذات انرفيتس. بالضبط. اذا الموتور نيورون مع المسل فايبرز ذات انرفيت، هي كلها بسميها موتور يونت. هلا قلنا حجم الموتور يونت بيعتمد على، او خلينا نقول the number of، او حجمها بيعتمد على قديش انا بدي اعمل precise و higher regulation لهاي الموفمنت. يعني مثلا لما بدي اعمل انا controlling ل very precise و high level movement زي مثلا المسلز اللي موجودين بالاي، انا بحتاج انه السنجل موتور نيورون انه يعمل innervation لأونلي few number of muscle fibers مشان يعطيني very precise and highly regulated movements. بينما أنا في عندي for larger movements، لما بحتاج larger and powerful movements زي عندي البوشر muscles الموجودين مثلا بالثاي بالليج الموجودين، كمان في عندي اللي مشان أحرك الأبر limbs، هون بحتاج أنه أنا عندي single motor neurons ممكن يعمل innervation لthousands of muscle fibers. فإذا the number of muscle fibers innervated by the single motor neuron أو motor neuron بيعتمد على أنا شو بدي، أو what is the target of this movement؟ بدي high regulation and precise regulation ولا بدي powerful and large movements؟ واضحة هاي؟ يعني كل ما كانت أنا بدي tight control وبدي more regulated movements، بحتاج إنه يكون ال single motor neuron يغذي أقل عدد من المسل fibers. واضحة؟ طيب هلأ في عندي أنا غير الموتور يونت، هلأ الموتور يونت بشكل عام one motor neuron بغذي multiple muscle fibers. هلأ كمان السنجل سكيلتال مسل ممكن يجيها يتم تغذيتها من أكثر من موتور يونت، اللي هو بيكون يعني other single fibers مسؤول مثلا عن group of muscle fibers، مثلا ممكن يكون فوق أو تحت بحسب يعني البوزيشن تبعهم. هلا الجروب of these motor neurons مسموها motor neuron pool. الموتور نيورون بول هي الجروب of these motor units اللي بيعملوا innervation the same muscle. إذا هاي تعريف الموتور نيورون بول، تمام؟ بس ما نلخبط انه الموتور يونت الوحده فيها بس سنجل موتور نيورون مع المسل فايبرز اللي بيعملهم انرفيشن. واضح الفرق بيناتهم بالموتور نيورون بول والموتور يونت؟ واضحه؟ يعني دكتور نقدر نحكي انه هون الموتور نيورون بول هي كولكشن او مجموعه من الموتور يونت، هيك صح؟ مزبوط. بس هذا لا يعني انه خلينا نقول انه تو موتور. طب هلا مثلا مثال راح اعطيك سؤال، از ات ترو اول فولس اني احكي انه تو موتور نيورونز انرفيت ذا سيم مسل فايبرز ذا سيم جروب اوف مسل فايبرز، از ات رايت اور نو؟ اوف كورس فولس. فولس لانه فقط السنجل نيورون لما بمسك او بربط بمجموعه من المسل فايبرز ما بيجي سنجل نيورون ثاني يغطيهم او موتور نيورون ثاني يغطيهم، رح يروحوا هذلك لاذر جروب اوف مسل فايبرز مش مغطيين باي موتور نيورون 1. هلا رح نفرجيها بهاي الرسمه. يعني مثلا عندي انا هاي عندي موتور يونت 1 2 اند 3، هاي فور اكزامبل ناخذ هاي سكريت المسل بتكون من 3 موتور يونتس بكونوا لي الموتور نيورون بول تبعيتها. هلا اذا بتلاحظوا انه each motor unit ناخذ number 1 it will innervate number of muscle fibers، بس ما هذول المسل فايبرز it will be innervated by only this motor neuron، ما راح يروحوا هلا السكند موتور نيورون راح يعملوا innervation ل other muscle fibers that are not innervated by the first motor neuron. واضحه؟ اذا في فرق بين الموتور يونت والموتور نيورون بول، هاي رسمه وضحتها. طيب هلا اذا الموتور يونت، هلا بشكل عام الفورس اوف مسل كونتراكشن بيصير لها جريدنج
by the recruitment of additional motor unit. هاي بسموها size principle. Size principle إنه لما أنا بدي أعمل to initiate the muscle contraction, أعمل stimulation للمسل, أول إشي ببلش عندي certain muscle fibers أو certain خلينا نقول motor units ببلشوا إنه هم فيهم الأكشن potential. هذا الأكشن potential بصير له grading to the other parts until the full contraction is occurred. فهذا بسموه graded recruitment of the motor units and to allow the contraction of the muscle. هلا بسموه size principle. هلا بحكي لنا إنه كل مكان عدد الموتور يونيتس أو خلينا نبلش بأصغر الموتور يونيتس المسل فايبرز that start to contract أكبر, كل مكان أنا بقدر أعمل وأوسع الريكروتمنت لأذر muscle fibers and other motor units لحدت ما صير عندي أنا الforce generated is higher. فكل مكان الريكروتمنت والsize اللي بصير فيها خلينا نقول spread لهذا الaction potential أو هذا stimulation, كل ما كان أنا عندي recruitment of these motor units أكبر, كل ما كان عندي tension and the force of movement بيكون أعلى. هذا بسموه the size principle. طيب هلا بشكل عام في عندي الموتور يونيتس, في عندي small motor neurons ممكن تعملي innervation لفيو muscle fibers. هدول small motor neurons بشكل عام بيكون عندهم lower threshold, بقدر أعملهم firing أسهل وأسرع, فبالتالي بعطوني smallest force. هلا مشان أنا أقدر أعمل firing لهدول, نعم تفضل سؤال بس بس إذا كانت إذا في عضلة تحتوي على أكثر من fibers وكل لو جميع الفايبرز اللي جوا هاي العضله يتم التحكم بها عن طريق نيورون واحد, خلاص الكونتراكشن تبع النيورون واحد هذا اللي يعني الكونتراكشن العضله تبع النيورون واحد راح يكون اقوى لما تتقسم العضله على اثنين نيورون. هلا شوف الكونتراكشن بشكل عام بيعتمد على قديش, صح مزبوط, انه مثلا اذا كان عندي اكثر مثلا من نيورون بيتحكم بالمصل وكانوا مثلا كلهم هذول النيورونز بتحكموا بسيرت المسل فايبر صار لهم اكتيفيشن, اكيد ممكن المسل كونتراكشن يكون اقوى. بس بشكل عام كل ما تعمل انت ريكروتمنت للمسل فايبرز اكثر, لانه بالمسل كونتراكشن از ات ترو اور اور فولس انه كل المسل فايبرز اللي بالمسل they will contracted at the same time. لا, في مسل فايبرز مش رح يصير لهم كونتراكشن, رح يضلهم بريلاكسنج ستيت. فكل ما انت تعمل ريكروتمنت وانفولفمنت للمسل فايبرز ولح او اطلع اكبر من muscle fibers للموتور يونيتس, كل ما كان الباور فل اوف كونتراكشن اعلى. تمام تمام اوكي. فاذا احنا في عندنا, لو سمحتي بس سؤال, بس ممكن اذا بتقدر ترجع للسلايد اللي فيه الرسمه للموتور يونيت ولا؟ تفضلي, هاي السلايد. اوكي بالنسبه للموتور بول اللي هم مجموعه الموتور نيورون اللي طالعين بغض النظر هم وين راحوا. هلا الموتو نيورون بول مجموع الموتور يونيتس بغض النظر وينهم, المهم ان الموتور يونيتس هدول انه سنجل نيورون مع الجروب المسل فايبرز اللي بيغطيهم. هاي الموتور يونيت, مجموع الموتور يونيت, اذا كان مثلا عندي المسل في بيجيها 1 نيورون او اللي بيعمل لي 1 موتور يونيت او بيجيها 2 نيورونز او بيجيها 10 نيورونز, كلهم كولكتيفلي بسميهم ذا موتو نيورون بول, كولكتيفلي. فالموتور نيورون بول تحتوي مزبوط على أكثر من موتور نيورون, بس كل موتور نيورون specified for each for a specific group of muscle fibers. أيوة تمام يعني ما بيكون ممكن إنه يكون هذا الموتور نيورون لنفس المكان أو نفس الفايبر. نفس بيغطي مجموعة معينة من الفايبرز, ما بدخل عليهم, ما بدخل عليهم موتور نيورون رقم 2 أو الموتور يونت رقم 2 بتدخل فيهم, لا بيكون specifically controlled by this motor neuron. تمام, يعني لكل مكان له specific motor neuron. هلأ على هاي الرسمة لما بدي أحكي أنا إنه يكون عندي size principle, إنه أنا لما بيكون أنا ببلش إنه contraction مثلا 10 muscle fibers, إذا انتقلوا صاروا 100, صارت الموتور يونت 1 كلها استيموليتد, توسعت للمسل فايبرز اللي بالموتور يونت 2, الموتور يونت 2 كلها صار لها, كل ما وسعت السايز او رقعه انتشار هذا الاستيموليشن انا بيكون عندي الفورس اوف كونتراكشن اوف او موفمنت اكبر. هاي بسموها ذا سايز برينسيبل. تمام,
تمام دكتورة، بس آخر سؤال، يعني ما بيقدر يكون مثلا two motor neuron رايحين على نفس المكان؟ يعني هذا شرط، يعني هذا شرط يعتبر حتى إنه أقدر أسميه إنه motor pool. الموتور يونت الوحدة فقط سنجل موتور نيورون مع سبايندل مع المسل فايبرز اللي بيعملهم انرفيشن. تمام اوكي. طب مين يحكي لي ليش؟ ممكن حتى ما يصير اكسس موفمنت يعني. مين يحكي ممكن، بس ليش انا بدي يكون وان سنجل موتور نيورون يغذي مجموعة معينة المسل فايبرز؟ لوجيكلي ليش؟ عشان السنسيشن انه ما ينقبضوا كلياتهم مرة واحدة، انه نيرفيشن واحد بالضبط. لو انا كانت انا عندي تو موتور نيورون بيغذوا نفس المسل فايبرز، ممكن يصير عندي كايوس، يعني انا ممكن يصير عندي مش اورجانيزد موفمنت. فالاورجانيزيشن وكل مكان انا في عندي اورجانيزد، خلينا نقول للترتيب او الارنجمنت اوف ذيس موتور يونت، كل مكان عندي انا مور باورفول مور اورجانيزد اند مور سترونج موفمنتس ويل اوكر. لانه ممكن احيانا يصير لانه تضارب، مثلا ممكن موتور نيورون وانا مثلا يصير فيه اي مشكله او يعاكس موتور، اذا كان عندي نيرف مثلا اكثر من نيورون بيغذوا هذا المسل فايبرز مثلا يكونوا يتعاكسوا او يصير في مشكله، فبيصير عندي كايوس، ما بيصير عندي اورجانيز موفمنت ولا اورجانيز كونتراكشن او اورجانيز ستيميليشن. تمام. طيب هلا اذا احنا حكينا انه سمول موتور نيورونز بشكل عام لانهم بيغذوا سمول انسايز وبيغذوا سمول نمبر اوف مسل فايبرز، فهو كان ايزلي اكسايت ذم، يعني بدهم لوست ثريشولد تو جيت اكسايتد وبعطوني سمولست فورس. هلا انا مشان اعمل اكتيفيشن لهدول اللارج موتور نيورونز اذا كان عندي، شو لازم يصير؟ السميشن، ذكروا السميشن ايفكت، سميشن من هدول the smallest forces ممكن بساعتها ممكن يعمل activation إذا كان عندي larger motor neurons أو units بغدوا هاي المسل. فإذا the smallest بصير له first، أول شيء بصير له stimulation firstly، then لما بصير له stimulation حتى لو كان small forces summation تبعيتهم لهدول small neurons تعمل activation ultimately للarge motor units أو large motor neurons. فاللارج موتور نيورونز اذا انرفيتد ماني مسل فايبرز ممكن توصل ل 1000 مسل فايبرز، وعند بدهم هاير ثريشولد تو جيت اكتيفيتد او تو فاير ذم، فبالتالي بيصير لهم فايرنج ات ذا لاست، لما يصير عندي انا الاشياء اللي جايه على السمولست نيورون انف تو فاير اكشن بوتنشال او تو فاير ستيميليشن ان ذيس نيورونز. طيب تفضلي. بس بدي اسال انه هون المقصود سواء بسمول او لارج موتور نيورون اللي هي نفس الموتور يونت صح؟ يعني ما مش نفس، حتى مش نفس الموتور يونت، حتى انه ممكن يكون عندك انا بالمصل الوحده موتور يونت سايز النيورون فيها بيختلف او طبيعه النيورون فيها مختلف، ممكن مثلا موتور يونت يونت 1 تغذي مثلا 10 مسل فايبرز، ممكن عندك لارجر نيورون يغذي 1000، فانا دائما ببلش السيميليشن الاولاني بوصل للسمولر موتور يونت لينتقل لللارجر موتور يونت. إنه إحنا بنحكي هون عن خصائص الموتور يونت ككل، مش إنه النيرون يتسلق شو الكاركترستيك تاعته صح؟ لا خصائص الموتور يونت ككل، يعني فكل ما كانت أنا ببلغ سمولر بصيرها صح إكسايتيشن أسرع بس تعطيني سمولر فورس. هلا السميشن كل مكان كونتينيوس الفايرنج من هدول السمول موتور يونتس بصير عندي بوصل للثريشولد إني أعمل فايرنج للارج موتور نيورونز، فبالتالي اللارج موتور يونتس أو نيورونز بصير لهم فايرنج at the end أو the last. تمام. قبل ما هون اي شيء مش واضح عن الموتور يونتس وعن الموتور نيورون بول دكتوره؟ تفضلي لو سمحتي بس رجع على صوره المسل. تمام دكتوره، هون لو صار في مثلا ستيميوليشن من موتور يونت 1 بس 2 و 3 لا بيصير، يعني كيف يعني بتنقبض فايبر او فايبر لا؟ مش فايبر او فايبر لا، بصير الفورس اوف موفمنت او الكونتراكشن اللي بدك اياه نوت تو ذا ليفل ذات يو وونت. تمام، رح يكون يعني اقل. تمام يعني مثلا هون لو بنطلع على هاي الرسمه مين بنعتبرها سمولر موتور يونت رح يصير لها اكسايتيشن او ستيميليشن ان ذا بيجينينج 3 موتور 3 لما بيصير لها
ستيموليشن رح تعطيني سمولر 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 سبايكس او خلينا نقول فورسز. هلا هاي كلها بتصيرها كولكتيفلي لازم تتجمع وتكون كبيره لتقدر تعمل لي ستيموليشن وتوصل الثريشولد لللارجر هدول موتور يونتس مشان يصير لهم ايش اكتيفيشن فايرنج ويصير التيميتلي كونتراكشن للمسل. تمام. يعني اول شيء بيصير ستيموليشن من موتور يونت 3 بعدين 2 1 عشان كل العضلة بالآخر يصير لها contraction. contraction. كل هذا بسموه المبدأ size principle. دكتورة. تفضل. yes. الدكتورة غلبك الحين ليش اعتبرنا موتور 3 إنه smallest one؟ رغم إنه أكمل مثل fiber بغذي. اوكي بس مع هيك له برانش معين فنسبه وتناسب يعني يعتبر نفسهم. لا مش انه البرانشنج, انا بحكي انه دائما بسموه السمول موتور يونت لما بتكون بتغذي اقل عدد من المسل فايبرز بسموها سمول موتور يونت, فيو كان اكسايتد ايزير ذان لارج موتور يونتس. تمام. أنا اعتمدت هنا بتحديد يعني كإكزامبل مشان أوضح بس الفكرة, اعتمدت على number of muscle fibers that get innervated by the motor neuron. عرفت علي كيف؟ مشان أقول إنه هذا small هذا bigger هذا أكبر بهاي الطريقة. عرفت علي؟ هاي من التعريف من هون. واضحة؟ أوكي تمام. شكرا دكتورة. واضحة؟ أوكي. طيب هلا في عندي what are the types of the motor neurons. في عندي انا الالفا motor neurons او الالفا motor neuron, هذا innervate the extra fusel skeletal muscle fibers وهم مسؤولين على contraction. الالفا motor neuron لما بيروحوا لما بصير عندي اي رح نحكي عنهم اي stimulus بيروح بصير له بنتقل عن طريق الالفا motor neuron لل spinal cord بعدين للبرين برجع مره ثانيه على الالفا موتور نيورونز برجع بيعمل لي ايش كونتراكشن للمسل. فالالفا موتور نيورونز مسؤولين على الكونتراكشن وموجودين بالاكسترا فيوزل سكيليتال مسل فايبرز. اكسترا فيوزل سكيليتال مسل فايبرز اللي هم المسل فايبرز ذات ار بارلل وذ ذا لينكس اوف ذا مسل, بيكونوا موجودين منتشرين على طول المسل او السكيليتال مسل كامله. في عندي سكند تايب اوف ذا موتور نيورونز هم الجاما, طبعا دائما بلخبط بالساينس هذا الجاما. جاما موتور نيورونز they innervate mainly the specialized intrafusal muscle fibers. اذا بيكونوا موجودين بالانترافيوزال مسل فايبرز. هل الانترافيوزال مسل فايبرز هدول موجودين بيكونوا بالسنسوري ريسبتورز الموجودين انسايد ذا سكيليتال مسل. فهدول المسل فايبرز بيحددوا لي او زي ما ببلشوا لي تريجر او بيحددوا لي السنسيتيفيتي للمسل مشان إنها تنشيت أو تسند ستيمولاس إنه يصير عندي كونتراكشن أو ما يصيرش عندي كونتراكشن. فهم إذا مسؤولين عن السنسيتيفيتي للمسل فايبرز. فهم إذا when they respond يعني appropriately as the extrafusal fibers contract and shorten. فكل يعني هم بيعملوا control لا شو جاي stimulation على المصل, وكمان بيعملوا controlling لأثناء كمان الموفمنت والcontraction للإكسترافيوزال muscle fibers. إذن two types of motor neurons. طيب هلأ في عندي أنا المصل fibers مشان أنا يصير عندي contraction بدي أنقل مسج إنه مشان يصير عندي contraction المصل. ففي عندي أنا inside the muscle أو the skeletal muscle في عندي muscle sensors أو muscle sensory receptors. هدول muscle sensors هم أربع أنواع. عندي النوع الأول هم يسموه المسل سبايندلز أو بسموها المسل ستريتش ريسبتورز. طبعا هدول هم ميكانو سنسيتيف ريسبتورز. المسل سبايندلز فيهم سبايندلز أو المسل ستريتش ريسبتورز فيهم جروبز 1 ألفا and 2 أفرنت سنسوري نيورونز. they are قلنا هدول المسل سبايندلز بيكونوا parallel with the extrafusal fibers وطبعاً they detect the static and the dynamic changes بالمسل length مشان يعملوا لي firing لهذا sensory stimulus. إذن هذا أول type اللي هو المسل spindles أو المسل stretch receptors mechano sensitive receptors. واضح. ثاني type اللي هو Golgi tendon organs.
الجولجي تندر أورجانز مسؤولين عن إنهم الريلاكسيشن اللي بيصير بالمسل. فالجولجي تندر أورجانز بيحتوى على جروب 1B افيرنت سنسوري نيورونز and they are arranged in series with the extra fusel muscle fibers. وهم بيعملوا detect للمسل تنشن لما بصير عندي contraction و force of contraction هم they can sense that مشان يعطوني برضو stimuli to stop this contraction و to induce the relaxation. تاني التايب هو البسينان كوربسل. البسينان كوربسل ايش لهم علاقة من برضو من الميكانو من الميكانو ريسبتورز. البسينان كوربسل ايش لهم خاصية حكينا عنهم؟ they are rapidly adapting. Very rapidly adapting receptors. هذول البسينان ريسبتورز اللي هم بيحتوا على group 2 afferent neurons. They are distributed موجودين بكل المصل وهم مسؤولين عن detect the vibration. ال frequency of vibration. هلا بالعادة هم طبعا أكثر إشي بيسووا activation لما يكون عندي high frequency of vibration. هلا في عندي كمان the free nerve endings. The free nerve endings بيحتوى على group 3 and 4 afferent وهم mainly هدول مسؤولين عن لما يكون عندي في noxious stimuli اللي هو رح يكون له علاقة بالpain إنه ينقل pain and noxious stimuli. تمام. إذا 4 type of muscle sensors أو muscle sensor receptors مسؤولين إنهم ينقلوا لي أو send inputs to be to control the movement of the muscles. هلا في عندنا حكينا قلنا قبل شوي في عندي two types of muscle fibers. في عندي extrafusal و intrafusal. هلا extrafusal muscle fibers اللي هم muscle fibers اللي بيشكلوا أكبر bulk أو أكبر weight بالمصل تبعيتنا. طبعا هدول قلنا innervated by motor neurons ومسؤولين عن contraction الأساسي تبع أو function الأساسي تبع المصل. هلا intrafusal هدول intrafusal شفتوا ال sensory receptor أو spindles اللي هم أول نوع من ال receptor muscle spindles. هدول ال intrafusal fibers بيكونوا زي بنقول داخلين في ال receptor موجودين جوا ال receptor. فهدول ال بيكونوا smaller in size and they are innervated by the gamma motor neurons اللي هم مسؤولين بتحكموا بالsensitivity للمصل movement. هلا they are encapsulated in the sheath to form the muscle spindles. يعني بشكل عام هم يعني داخلين جوا المصل spindles أو المصل stretch receptors. طبعا هم موجودين مزبوط in parallel with the extrafusal fibers لكنهم ما بيغطوا كل اللينكس تعيد المصل زي ال extrafusal fibers. طبعا هم ما بعطوني force. They are too small to generate a force. هم ولا بعطوني contraction. هم فقط بيعملوا زي ما نقول بيدرسوا البيئة أو ال internal environment تعيد المصل وبناء عليها they will regulate these movements by sending certain sensory inputs. بالإضافة إنهم كمان بأثناء كمان extrafusal fibers لما بيصير لهم contraction كمان at the end of the contraction كمان رح يعملوا لي يبعثوني sensory inputs أو يعملوا to stop this contraction. فبيعملوا إذا نوع من أنواع regulation لل extrafusal fibers movement. واضحة الفرق بين التنتين؟ لأنه هون هذا المحاضرة فيها كتير terms. أخذتوا هاي الأشياء بالأناتومي؟ أخذتوا هاي الأشياء بالأناتومي ولا لا؟ ولا بس هاي بالفسيولوجي هون هاي المحاضرة؟ شباب صبايا دكتورة لا الاكسترافيوزل والانتروفيوزل ما أخذناهم ما أخذتوهم. طيب أوكي واضحة الآن فرق بناتهم هدول. والله دكتورة أتمنى تعيدي بس على السلايد لأنه جمع بين التايبس في موتور نيورون مع السنسوري أبلش. طيب هلأ إذا إحنا في عنا قلنا المصل فيها قلنا contracting units أو الأشياء المسؤولة عن contraction mainly هي بسموهم extrafusal muscle fibers. وفي عندي أنا intrafusal muscle fibers اللي هي بتكون إشي بسموه muscle stretch receptors أو part of the muscle stretch receptors أو muscle spindles. هدول muscle stretch receptors هم mechanical receptors هم زي يعني بيراقبوا internal environment للمصل مشان يعملوا controlling وregulating للmuscle contraction اللي بيتم عن طريق extrafusal muscle fibers.
فهم they detect the static والdynamic changes بالمسل length. فهاي بيكون المسؤول عنها the intrafusal fibers اللي هو بيكون موجودين inside this muscle spindles أو muscle stretch receptors. تمام؟ إذا في عندي أنا unit أو خلينا نقول muscle fibers مسؤولة ميلي على contraction وبتشكل أكبر جزء من المسل من السكريت المسل تبعيتنا, وفي عندنا جزء صغير من المسل فايبرز هدول بيدخلوا بموضوع الريجوليشن ويكونوا بارت من السنسوري أو الميكانو سنسوري ريسبتورز الموجودين بسكليتال المسلز. واضح الفرق بيناتهم؟ تمام؟ طيب هلا إذا عندي أنا المسل سبيندلز أو المسل ستريتش ريسبتورز اللي هم برضو ميكانو ريسبتورز, they are spindle shaped organs بيحتوا على small encapsulated intrafusal muscle fibers, وهم they are innervated by sensory and motor nerve fibers عشان يعمل regulation للinternal environment of the skeletal muscle ويعمل regulation للmovement of the skeletal muscle. طبعا هم they distribute throughout the muscle مشان يعملوا detection or precise أكثر control على movement. طبعا they connected in parallel with large force generating extrafusal fibers. هل مشان يقدروا يعملوا regulation لازم يصير لهم يكونوا connected مع extrafusal أو خلينا نقول muscle fibers الأساسيات المسؤولين عن contraction. هلا بقولنا the finer the movement required the greater the number of muscle spindles. عكس إيش؟ عكس إنه أنا لما بدي larger movements. هلا كل ما بدي أنا precise and high level أو highly regulated movement زي مثلاً بالآي بدي أنا يكون صح الموتور units أصغر أو النمبر of الموتور units بيكونوا بحجمهم صغير, لكن بيكون number of these muscle spindles أكبر مشان تقدر تعطيني better control وregulation للموفمنت. إذن لما بدي إذا يكون عندي fine وhighly regulated movement بدي يكون عندي أنا أول شرط إنه الموتور نيورون يغذي عدد قليل من muscle fibers ويكون عدد المسل سبايندلز او المسل ستريتش ريسبتورز او ميكانو ريسبتورز يكونوا عددهم اكبر. واضحه هاي؟ يعني دكتوره دائما العلاقه عكسيه بيناتهم. المسل سبايندلز كل ما بدي اكثر ريجوليشن بيكون عددهم اكبر كومبيرد انه لحجم الموتور يونت اللي الموجود عندي. انا كل ما كان الحجم الموتور يونت او عدد المسل فايبرز بصلها انرفيشن باي ذا موتور نيورون اقل والسباين مسل سبايندز اكثر او المسل ستريتش ريسبتورز اكثر بيكون عندي الموفمنت والكنترول على الموفمنت بيكون ادق وبيكون افضل. دكتور ممكن تعيديها؟ طيب نعيدها. هلا احنا قلنا انا بالمسلز قلنا في عندي انا مجموعتين من الفايبرز بالمسلز, في عندي اكسترافيوزال فايبرز اللي هم مسؤولين على الكونتراكشن الفايبرز العاديين, بالاضافه لذلك انا المسل مشان تقدر تعمل كوميونيكيشن مع السنترال نيرفس سيستم تقول لي شو بصير فيها شو الاشياء اللي بتتعرض له بدي انسايد ذا مسل فايبرز كما ذا مسل او ذا سكيليت المسل يكون عندي في سنسوري ريسبتورز او ميكانو سنسوري ريسبتورز اللي هم بسموهم المسل سبيندلز او مسل ستريتش ريسبتورز. هدول المسل ستريتش ريسبتورز بتكونوا من عندنا سنسوري موتور نيورونز, بتكون كمان من سبيس تايب اوف مسل فايبرز بسميهم انترافيوزال فايبرز. طبعا بيحتوي طبعا على جاما موتور نيورونز وكمان تايب 1 الفا اند تايب 2 افرنت سنسوري نيورونز. تمام هدول الانترافيوزال هم بيراقبوا الوضع كنترول بيعملوا ريجوليشن ديتكت ذا شينجز اني ستيمولس بيجي على المسل ان اوردر تو ريجوليت ذا موفمنت اوف ذا مسل. هلا بحكي لنا احنا حكينا بالاول انه الموتور يونت لما بدي انا بريسايز ومور اكوريت اند ريجوليتد موفمنت بدي يكون الموتور يونت السنجل موتور نيورون يغذي عدد اقل او انرفيت less number of muscle fibers. كمان إذا بدي يكون الموفمنت بريسايز لازم يكون هدول السنسوري ريسبتورز عددهم أكبر مشان أعطي أكثر ريجوليشن ديتكشن لأني شينجز بالسكليتال المسل تاعونا. تمام واضحة؟ فعندنا عاملين أساسيات مشان أنا أعطي more regulated and خلينا نقول fine movements اللي هم
يكون عندي السنجل موتور نيورون بيغذي عدد اقل من المسل فايبرز ليس نمبر اوف مسل فايبرز انيرفيت ليس نمبر اوف مسل فايبرز، ويكون عندي المسل سبيندلز او المسل ستريتش ريسبتورز موجودين بشكل اكبر ومتوزعين اكثر في المسل. واضحه؟ واضحه يسلم الدكتوره. اوكي هلا اذا المسل سبيندلز حكينا بتكونوا من انترافيوزال مسل فايبرز، وبتكونوا قلنا من مينلي من جروب 1A and جروب 2 افيرنت، وبتكونوا من جاما موتو نيورون اللي هو نوعين ستاتيك جاما موتو نيورون وديناميك جاما موتو نيورون. اذا هذا تكوين ايش المسل سبندل او المسل ستريتش ريسبتور. طيب هذه صوره اوضح ثانيه للمسل سبندل والاورجانيزيشن للبارس تاعونا. هلا في عندنا بحكي لنا انه الانترفيوزل كمان فايبرز المسؤولين بالمسل سبندلز كمان نوعين. في عندي انا اليوكلير باج فايبرز اللي هو هون وكمان موجودين هون نيوكلير باج فايبر اللي هي هاي عاده هذول التايب اوف انترفيوزل فايبرز بيعملوا ديتكشن للريت of change in the muscle length. يعني هم هدول خلينا نقول انه لما يكون عندي very brief or transient or rapid change بالmuscle length هم they can detect this. فهم بسموهم fast هدول بسموهم changes fast dynamic changes. و mainly they are innervated by group 1 alpha afferents where their nuclei collected in a central bag region. فإذا النيوكليير باج فايبرز مسؤولين عن detect the fast and dynamic changes any quick brief rapid change in the muscle length. هدول النيوكليير باج فايبرز بيكونوا they can sense and detect these changes. قلنا بحتوى على أكثر شيء group 1 alpha afferent fibers أو neurons. هلا نيوكليير شين فايبرز نيوكليير شين فايبرز هدول ما بتأثر بالفاست والكويك شينجز، لهم علاقة بالستاتيك شينجز ان ذا مسل لينكس يعني الاماونت اوف شينج ان ذا مسل لينكس. فهم دي ار سلولي ريسبوندينج، وقلنا بتأثروا لما يكون عندي انا مش بالفاست لما يكون عندي انا كونتينيوس مثلا شينج بالمسل لينكس او في عندي مش كويك في عندي لينكسي خلينا نقول change أو change لفترة أطول هون بصير عندي activation لهدول intrafusal fibers. They are so they are and the difference between them and the nuclear bank fibers إنه كمان they are innervated by group 2 afferent. فالفرق بين group 1 afferent والgroup 2 afferent إنه group 1 afferent بتأثر بالربط quick dynamic changes وبالstatic changes، لكن الجروب 2 افيرنس فقط بتاثروا بالسلو او الستاتيك changes بالمسل لينكس، يعني لهم علاقه فقط بالاماونت وال اوف ذا مسل لينكس. فهم سلولي او they can detect the changes in the muscle length، بس هم they are more numerous than the nuclear bag fibers and their nuclei arranged in row arrangements. هلا حكينا تفضلي دكتوره. هسه بحاله الانترفيوزال فايبر تمام، هسه في حال ما وصلها موتور نيورون بقدر احكي انه ممكن تصير الحركه عشوائيه، يعني ما تكون ضمن الحركه اللي رح تصير بالمصل يعني ممكن اذا صار فيهم اي ديفكت سواء بالانرفيشن او صار بال ما وصلهم موتور نيورون بشكل عام. اذا كان مثلا في مشكله بالجاما موتور نيورون او حتى بنفسهم الافيرنت نيورونز بغديهم، انا بصير عندي مشكله في السنسيشن او الميكانيكال ستيمولس بتجي للمسل، فبالتالي انا ساعتها الموفمنت ما رح تكون بريسايز وما رح تكون خلينا نقول كنترولد موفمنتس، بتكون اقرب للعشوائيه. تمام بتكون عشوائيه وممكن حتى ما تكونش افيشنت كمان. تمام. طيب هلا في عندي المسل سباينال ريفلكسز، نحكي عن الـ how the muscle spinal work. هل muscle spinal reflexes oppose correct the increase in the muscle length؟ إذن هو لما بصير أنا عندي أي muscle stretch الـ spinal reflexes هدول أو الـ muscle spinals they will detect this change مشان to initiate قلنا الـ response لهذا الـ stretch أو اللي صار بالـ skeletal muscle
او بالتالي انا ممكن يصير contraction to correct this خلينا نقول stimulation. فاول شيء لما بصير عندي انا sensory information about this muscle length, مثلا صار انا عملت stitching بمuscle length, it will be received by group 1A اللي قلنا بتتاثر ببوث الاماونت اوف muscle length والريت, يعني حتى لو كان الشينج بالmuscle length هذا very quick and rapid. فلو حيوصلوا هذه السنسور انفورميشن لجروب 1A وجروب 2 افرنت فايبرز. هلا لما بصير عندي انا when the muscle is stretched, the muscle spindle is also رح يصير فيهم stretching لينقلوا هاي المسج او الشينج بالمسل لينكس, وبعمل stimulation لجروب 1A والجروب 2 افرنت فايبرز. هلا الاستيميليشن في جروب 1A افرنت استيميليت ذا الفا موتور نيورون, رح ينقلوا لي هاي الانفورميشن للالفا موتور نيورونز, طبعا سواء بالابر حكينا بالابر موتور او باللور موتور, رح ينقلوا لي اياهم until they reach the spinal cord. فلما بصير انا عندي نقل هاي السنسوري changes بالمسل لينك عن طريق ال 1 الفا افيرنت, رح يعمل لي استيميليشن انترن انه صار عندي انا كوركتنج لهذا الشورتنج او الستريتشنج صار بالمسل, فبصير انا عندي كونتراكشن وبصير بترجع مره ثانيه شورتنج بالمسل لينك وبرجعها لللينك الاساسي تبعها. تمام. فدائما الاسترتش هذا اللي هو ستيمولس بالمسل بيعمل استيميليشن لهدول المسل سبندلز تو انيشيت action أو opposed action against this stretch stimuli اللي صار بالمسل fibers أو المسل ككل. تمام؟ إذا هيك مش هو, إذا هم sensory receptors they detect, they observe any changes in the muscle length أو in the خلينا نقول intercellular environment inside the muscle. واضحة؟ دكتورة تفضل. Point 3 the stimulation بيكون involuntary ولا voluntary؟ هلا لما بيكون عن طريق الالفا وبروح للالفا موتور نيورونز بيكون فولنتري كونتراكشن. اوكي, يعني ال1 1 افرنت يعني ايش, ليش هو الاستيميليس يعني؟ هلا ال1 افرنت لانه هو خلينا نقول مسؤول عن الربد والكويك ديتكشن, فهو بنقل اول واحد ال خلينا نقول الاستيمولس اللي اجى على المسل. اوكي, يعني هي ريسبونس بتكون صح. هلا هو بنقل هذا, لا بنقل ستيمولس. هلا لما انا بشد العضله او اعملها ستريتشنج او اوفر ستريتشنج, هذا خلينا نقول هذا ممكن يحدث بسرعه مثلا او بشكل ستيمولس, بيكون مثلا حدث ربدلي او فجاه او بريفلي. هذا الشيء, هذا الشيء المعلومه رح تنتقل عن طريق ال1 الفا افرنس, لانهم هم بتاثروا بالريت وبتاثروا بالكويك هاي شينجز بالمسل لينكس. تمام. بس طبعا اذا كان هذا الستيمولس ضله رح يكون الجروب 2 افرنت شغالين, بس اللي بوصل from the beginning انه وبسرعه هذا الشينج او هاي السنسوري ستيمولس او الميكانو سنسوري ستيمولس بوصلها ال1 الفا افرنت لتروح يصير لها خلينا نقول بروسيسنج وتوصل عن طريق الالفا موتور نيورون ويصير عندي كونتراكشن بالمسل. تمام. تمام, واضحه. طيب هلا الفانكشن اوف ذا جاما نيورون. هلا الجاما نيورون موتور نيورونز هم مسؤولين انه يعملوا انرفيشن كنترول للانترفيوزال مسل فايبرز او اللي بيكونوا هم المسل سبندرز او المسل ستريتش ريسبتورز. هلا هم بيعدلوا السنسيتيفيتي للمسل سبندل او المسل ستريتش ريسبتور سو ذات ات ويل ريسبوند ابروبريتلي ديورينج ذا مسل كونتراكشن, مشان يعني خلينا نقول زي ما في عندي انا كنترول كبير للمسل ككل, في عندي كنترول صغير لهي الريسبتور بيتم عن طريق الجاما موتو نيورون. هلا الالفا موتو نيورونز اند جاما موتو نيورونز دي ار كو اكتيفيتد, لانه طبعا لازم انا مشان الكونتراكشن يكون صحيح يضله الجاما موتور نيورونز اللي داخل المسؤول عن كنترولينج للانترفيوزال مسل فايبرز انسايد ذا مسل سبندل يكون كمان يشتغل سيمتليسلي, مشان يكون انا عندي اكثر بريسايز كنترول لهاي المسل كونتراكشن. واضحه. اذا فهم بيشتغل سيمتليسلي ات ذا سيم تايم وذ ذا الفا موتور نيورونز. هاي عندي أنا example of these muscle reflexes وكيف بصير أنا عندي ال response وشو type of afferent fibers اللي بتنقل هذه هذا ال stimulus. مثلاً عندي أنا هون ال stretch reflex زي knee jerk, رح نحكي طبعاً عن reflexes بالتفصيل إن شاء الله باللاب اليوم بعد الظهر. فعندي أنا ال stretch reflex أو knee jerk هي monosynaptic
يعني عندي أنا فقط سيناب واحد بتحكم فيها، وهنا لما بصير عندي الستيمولس إنه بصير عندي أنا ستريتشنج بالمسل، بصير عندي حكينا إنه المسل سبيندلز بصيرهم سينسينج ذس ستريتش عن طريق الون ألفا أفيرونت بيعملوا الستيمولاشن للألفا موتور نيورون، بصير عندي كونتراكشن بالمسل. في عندي الجولجي تندون ريفلكس أو بسموها كلاس نايف، هاي النمبر أوف سينابس بهذا الريفلكس بيكون داي سينابتك، وهو الستيمولس تبعيته انه لما المسل يصير لها كونتراكشن. هلا مشان انا كمان اعمل اذر اكثر كنترول على المسل كونتراكشن، هدول الجورجي تندون مسؤولين انهم يعملوا ريلاكسيشن للمسل مشان ما تضلهاش بحاله الكونتراكت، يعطوني اكثر كنترول كمان على الموفمنت للمسل. وهدول قلنا التايب اوف افيرنت فايبرز بيكونوا 1 بي، ومسؤولين قلنا على ريلاكسيشن للمسل. هلا في عندي انا الفليكسل ويذدراور ريفلكسز، لما بيكون انا عندي نوكشس ستيمولاس اللي هو بولي سينابتك، بيكون انا عندي هنا مثلا فور اكزامبل ممكن يكون عندي اوفر ستريتش او اني خلينا نقول سوري اني نوكشس ستيمولاس زي مثلا تاتشينج ذا هوت ثينج او فهذا الاشي بصير عندي انا ستيموليشن لهدول خلينا نقول الريفلكسز او الـ فبالتالي شو بصير عندي انا التايب 2 3 اند 4 افيرنت فايبرز الموجودين بهدول بهذا المسؤولين عن هذا الريفلكس رح يعملوا لي ابزيلاترال فليكشن وكونترالاترال اكستنشن. ابزيلاترال فليكشن مشان اللي هي العضله القريبه من هذا البين ستيمولاس تبعد، والكونترالاترال اكستنشن رح يصير عندي تو بالانس ذس خلينا نقول رابيد افليكشن اللي صار بالابزيلاترال سايد. فهذا الفليكسور ويدرول ريفلكسز هي فقط بتكون بحاله لما يكون عندي نوكشس ستيمولاي مشان انا احرك او اخذ اكشن سريع تو جيت ريد اوف ذس بينفول او نوكشس ستيمولاس. طيب هلا في عندي اذا المسل ريفلكسز، في عندي ستريتش مايوتاتيك ريفلكس زي الني جيرك، وإنه زي ما حكينا من التابل هنا هو مونو سينابتك. إذا بتلاحظوا إنه الألفا موتور نيورون سينابس واحد عنده فهو مونو سينابتك طبعاً. وإن the muscle is stretched as a result بصير عندنا حكينا stimulation للمسل spindles أو muscle stretch receptors أو mechanosensory receptors عن طريق stimulation of the group 1 alpha afferent fibers inside this muscle spindles. هاي الجروب 1 الفا افيرنت رح تعمل تنقل هاي المسج او هاي الستريتش ستيمولاس رح تنقله ليصير له بروسيسنج ويرجع عن طريق الالفا موتور نيورونز يعمل لي كونتراكشن بالمسل. طيب هلا بحكي لي ستيمولاشن اوف ذا الفا موتور نيورونز بيعمل لي كونتراكشن بالمسل صار لها ستريتشنج، فانا بعمل كوركشن لللينث مره ثانيه اوف ذس مسل. هلا بحاله المسل او لما بيكون عندي ستريتش ريفلكس او مايوتاتيك ريفلكس، هون اللي السينرجستيك مسل بصير لهم اكتيفيشن والانتاجونست مسل بصير لهم انهيبيشن مشان انا اعطي جود اند افيشنت كونتراكشن، لانهم السينرجستيك مسل بيساعدوا الفليكسرز انهم يشتغلوا بينما انتاجونست مسل بعكسوا الشغل تاع الفليكسرز. فانا باثناء لما بدي كونتراكشن بدي السينرجستيك مسل كمان يصير لهم اكتيفيشن والانتاجونست مسل يصير لهم انهيبيشن. هلا example of the knee jerk reflex زي ما انا اعمل تابنج بالبيبينسكي هامر، فانا لما بعمل تابنج بخلق نوع من انواع الستريتش بالكوادريسبس، فهذا الستريتش رح ينتقل قلنا عن طريق الون افلنت فايبرز، واذا ريزلت يرجع لي الريسبونس تكون كونتراكشن اوف ذا كوادريسبس فورسز ذا لور ليج تو اكستند إنها ترجع للينكس الطبيعي تبعها. increase in the gamma motor neuron activity will increase the sensitivity of the muscle spindle and can exaggerate the knee jerk reflex. يعني كل ما كان أنا عندي المسل spindles أو muscle stretch receptors they can detect بشكل أكبر عندي الستريتش اللي صار بالكوادريسبس نتيجه خلينا نقول التابنج اللي صار عن طريق الهمر هذه، كل ما كان انا عندي الريسبونس رح تكون افضل والكونتراكشن رح يكون احسن.
هلا الجولجي تندون ريفلكس او بسموه الانفرس مايو تاتك ريفلكس، هذا بيكون قلنا داي سينابتك عكس المايو تاتك ريفلكس، وطبعا هو بيكون تو اوبوزيت او تو انفرس ذا ستريتش ريفلكس اللي صار عندي، يعني هو مش هيرجع او ينهي الستريتش ريفلكس اللي صار عندي في نتيجه مثلا عندي الستريتش ستيمولاس. هلا بهذه الحالة لما يكون عندي أنا contraction صار نتيجة stimulation للمسل spindles والcontraction صار بالمسل، هاي contraction رح تعمل stimulation للGolgi tendon organs اللي فيهم group 1B afferent fibers، فبتعطيني group 1B afferent رح تعمل stimulation للinhibitory interneurons الموجودين بالcentral nervous system. احنا حكينا interneurons لهم وظيفتين، انه يعملوا كونكشن بين ال different parts of between the sensory afferent neurons مع ال central nervous system، وكمان لهم علاقه انهم to initiate او stimulate the inhibitory responses لما بيكون في حال عندي muscle contraction as a result of the stimulation of the muscle spindles. ف ال Golgi tendon organs إذن they will stimulate the inhibitory interneurons عن طريق الجروب 1B afferent، فبصير أنا عندي inhibition الألفا motor neuron خلينا نقول stimulation، وبالتالي بصير عندي relaxation بالoriginally contracted muscle. بهاي الحالة أنا I will shut down the synergistic muscle ورح أعمل activation للantagonist muscle مشان to assist in this relaxation. واضح الفرق بين the two reflexes اللي هو الستريتش او الميوتاتيك ريفلكس والانفرس ميوتاتيك ريفلكس؟ واضح الفرق بيناتهم؟ اذا الفروقات بتيجي عن طريق انه شو الافيرنت نيورون اللي بنقل هذا الشيء، وشو بصير عندي انا بالالفا موتور نيورون، هل بصير له اكتيفيشن ولا بصير له انهيبيشن؟ طيب هلا احنا تفضل. أذرع عن المقاطعة بس إحنا اليوم يعني عندنا محاضرتين فيسيولوجي. فيسيولوجي ولاب. طب تمام دكتور، نقدر نمون عليك بس لو دقيقتين ثلاث دقائق يعني. لعلمك أنا كنت أعطيكم أصلاً يعني. حكيت إنه أعطيكم بس بدي. I think جاء وقتهم الحين دكتور والله العظيم يعني. أنا عارفة أنا كنت بس بدي أوقف عند هون عشان أكون يعني قصمت المحاضرة بالضبط بالنص. معلش. اوكي دكتور تشوفي واللي خلص تعبانين الاغلبيه شو بدكم؟ انا رح امشي مع راي الاغلبيه. ما ادري عن زملائي صراحه. بريك دكتوره. بريك خلص بريك، يلا نرجع ان شاء الله تعالى. يعطيكم العافيه.